تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن وعلى شاشة قناة المحور حصرياً. اهلا وسهلا بحضراتكم في مسابقه الاوائل. استهدفت المسابقه في بدايتها من المدارس الحكوميه والخاصه اكثر من 16000 مدرسه ابتدائي واكثر من 10000 مدرسه اعدادي وبمشاركه اكثر من 250000 متسابق. جاهزين نبدا؟ يتنافسون بحثا عن اللقب والفوز بالجائزه في برنامج الاوائل. والفرقه اللي كسبت النهارده في الماتش ده هي البرنامج الاضخم واللي بتشارك فيه 27 محافظة بأبنائها المتميزين في مسابقة لإحياء الوعي الثقافي. احنا الاثنين كسبنا مبنى على الفتح في محل جزر. كنا نستعين صديق احمل من كل زوجين ستاين معاكم 20 ثانية القلب وقف ودي إجابة صحيحة. أكثر من 50 مباراة انتظرونا في نهائيات مسابقة الأوائل على المحور تي في.